بسم الله الرحمن الرحيم، نقدم لكم هذا الفاصل الجديد من قنوات الفتح الإسلامية. عنوان الفاصل وهذا المقطع الجديد: كيف أن دفع السيئة بالحسنة من آثار حسن الخلق في الإسلام. هذا موضوع عظيم يحتاج دروسا عظيمة، لأن الإسلام أربعة أركان: التوحيد، العبادات، المعاملات، الأخلاقيات. الأخلاق في الإسلام 25% أو يزيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم ليبلغ بحسن الخلق منزلة الصائم الذي لا يفطر، والقائم الذي لا يفطر، والمجاهد في سبيل الله عز وجل. ودفع السيئة بالحسنة يعني من عصى الله فيك فأطع الله فيه، يعني من عمل فيك سيئة فقابلها بحسنة، يعني من شتمك أو سبك أو اعتدى عليك قدم له هدية كما كان يفعل السلف الصالح، مما يسر الله لك من الفاكهة أو الحلويات أو كذا. هذا معناه دفع السيئة بالحسن، يعني اللي عمل فيك سيئة اعمل فيه حسن. فهذه مرتبة عظيمة من مراتب حسن الخلق. تربينا على منهج السلف الصالح، عنوانه جملة واحدة فقط: من عصى الله فيك فأطع أنت الله فيه. يا سلام، احذر أن تواجه السيئة بالسيئة. على حد قول العوام: اللي يرشني بالمية هرشه بالنار. لا، اللي يرشني بالمية هرشه بالمحبة، بالتسامح، بالسلام، بتقبيل رأسه. وهذا هو المنهج الذي اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي سلول زعيم المنافقين، الذي سب النبي وشتم النبي واتهم النبي بأنه كذا وأنه الأزل وأنه كذا. لما احتضر طلب قميص النبي، يعني رداءه الذي يلبسه لكي يكفن فيه، لعل الله أن يخفف عنه. فخلع النبي رداءه صلى الله عليه وسلم وأعطاه لابنه عبد الله، ونسى النبي كل الإساءات وكل القاذورات التي فعلها زعيم المنافقين في المدينة. بل من كرم النبي معه أراد النبي أن يصلي عليه صلاة الجنازة، فنهاه الله عن هذا، فمنعه الله عن هذا: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. مقابلة السيئة بالسيئة هذا منهج الجاهلين الغافلين الفاسقين المذنبين، ومواجهة السيئة بالحسنة هذا منهج الصالحين والمتقين، مثل أبي ضمضم الذي به أختم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ قالوا: ومن أبو ضمضم يا رسول الله؟ قال: رجل من أهل الجنة، كان إذا أصبح قال: اللهم من سبني أو شتمني أو اعتدى علي فإنني أحتسب كل هذا عندك، لا أرد عليه ولا أتكلم أبدا إلى المساء. كل من شتمني أو أهانني أو تربص بي أو اعتدى علي أو من اشتكاني أو كذا أو كذا أو كذا، امسح هذا الكلام واعف عنه لأجل الله، واجعل لسان حالك
لكل من قدموا الإساءات إليك رد عليهم بكلمة واحدة بجملة قرآنية عظيمة عنوانها وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا ما زاد الله عبدا عفوا إلا عزا. يا سلام، يعني من عفا أعزه الله ومن انتقم أزله الله. ونختم أيها السادة الكرام ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. واصبر على ما أصابك من ألسنة الناس إن ذلك لمن عزم الأمور. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح 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 بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام.